اليوم جينا كنحضروا هذا العرس اللي تنظموا القياده الجهويه للامانات المحليه ديال الاقليم، حيث الرياضه، حيث الحزب ما خصوش يعتمد على القرب خصوصيه ديال المجال الرياضي، المجال الثقافي، المجال الفني، لان الناس كلها واختصاص ديالو. الرياضه هي الحمد لله عرفت المغرب خصوصا كره القدم، وتنشكر المنظمين وتنتمنى وراه ان شاء الله هذا الشيء راه محسن في البرنامج، يعني عده انشطه غادي داروا لان المواطنين خصهم يعطونا شويه الوقت. ربما بطبيعه الحال بالرياضه بكل شيء باش نزيدوا لقدام. حنا ربما انا كي تنشوف القياديين كاينه نيه زينه، الظروف هي اللي جعلت الامور غادي ببطء، لانه المشاكل موحده وراه كل شيء عارفها، ومن كورونا الجفاف، ولكن ان شاء الله راه كاين امل كبير باش ان شاء الله نقدموا خدمات كبيره للساكنه. وشكرا. الامانه المحليه ديال جامعه سوريا كانت هذه الخطوه مبادره من السيد الامين المحلي ديال القاهره باش تكون هذه الفرصه في قاعه الانقاذ، باش تكون واحد الجيل ديال 19 من الامانه المحليه اللي كانوا في الكرباج، منها تعارف، منها بزاف ديال الامور، وكانت مبادره اللي هي موجوده في الافتتاح، كان ناجح جدا. حضور السي سامي الحارث رئيس الجامعه، السي طارق الخانيش برنامج ديال القراره، وجوج رؤساء ديال الامانات المحليين، ورؤساء المجالس ديال الجامعات القرويه والمقاطعات، وكان الحضور الحمد لله مزيان، وكان الجمهور مزيان، وكان الدولي الاول افتتح الحلقه ديال السعاده مع الواحد سيدي الضعيف، والدولي والساعه الثانيه غادي يكون السويدا مع الناخب، والحمد لله الجو مزيان وكل شيء بخير ورمضان مبارك. يعني منذ مده فطرحنا على الاخوان على المكتب ديال المحلي ديال المناره، وتم النقاش على المستوى الاقليمي والجهوي، يعني الفكره استحسنها الجميع. واليوم كيف كتشوفوا راه خرجنا للوجود في ليره رمضانيه رياضيه، يعني الاخوان المناضلين ديال الحزب والمناضلات مشكورين على الحضور ديالهم، جميع المحليات 19 المحليه حاضره اليوم بما فيها المحليه الاقليميه هي 20، يعني 20 فريق حاضرين، يعني التنافس غادي يكون على اشد بين المحليات اللي هي تابعة اقليم والعملات في مراكش. كنتمنى انه يكون الدوره الاولى والنسخه الاولى في هذا الشكل اللي هو رائع، انه تستمر هذه البادره هذه وهذا الدوري وهذا الكاس هذا يستمر وتنظم باقي المحليات على مدار السنوات القادمه ان شاء الله. وشكرا. واحد الدوري اللي غادي يمثل الامناء المحليين للمنار العملات المناره، واللي غنفتتحوا اليوم، ونتمنى ان شاء الله يكون كل شيء بخير. فالحمد لله هذه الاجواء الرمضانيه كما تشوفوا معنا فهي اجواء بهيجه الحمد لله، وهذا الجمهور اللي جاء واعضاء الحزب وعضوات الحزب من جميع اقليم مدينه مراكش فجاوا باش يحضروا لهذا الحفل، هذا الحفل البهيج اللي تنظمو حزب الاصاله والمعاصره في هذه الايام الرمضانيه، دوري كره القدم لحزب الاصاله والمعاصره اللي الهدف منه هو التلاقي والتلاحم وديك الاخوه اللي منشوده في جميع الاحزاب السياسيه، كذلك حزب الاصاله والمعاصره فهو
يربط صله الرحم مع الاعضاء ديالو في هذه المناسبه ديال شهر رمضان الابرك. وهذه المناسبه كيف ما كتشوفوا حج لها مجموعه من الاعضاء من جميع اقليم مدينه مراكش. فتنتمناو ان شاء الله ان هذا الدوري يحقق الاهداف المرجوه منه. وتنشكروا المنبر ديالكم على التتبع والمواكبه ديال الانشطه الحزبيه بصفه عامه في مدينه مراكش. شكرا جزيلا. ايوا كنشكروا هذا الملتقى اللي داروا هاد حزب الطام، كيدخل فيه السياسه وكيدخل فيه الرياضه، وبالنسبه شرفنا كبير اللي كان نسمعوا فيه اليوم في هذا العرس الرياضي. وشكرا. Thank you.